عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة عالم لوك. فكرة فيديو النهاردة إن احنا أنا وإخواتي كنا زهقانين، فقررنا إن احنا نلعب بنك الحظ والأونو والكوتشينة والسلم والتعبان، فقررنا إن احنا نشارككم اللحظة. يلا بينا عشان نبدأ، وتنسوش قبل ما تتفرجوا على الفيديو تحطوا لايك. فيلا نبدأ. الأول هنلعب لعبة بنك الحظ. قبل ما نبدأ كل واحد بياخد 1200 من فلوس بتاع البنك. كل واحد ياخد 1000. حلوة الألف دي. 200 200. يلا بينا عشان نبدأ. ابدأ يا راجل. أنا في الظهر أهي. 2 1 2 غزة. نعم يا مان. 5 1 2 3 4 5 رياض. كده حطها كده. كم؟ 1 القدس و300 وانا هشتري. هبدأ العب على البرنامج اشتري. يلا كده 6. حرك. 1 1 2 3 4 5 6. لازم حظ وانا هدفع اشتراك 300 جنيه. قصدك هتشتري الاشتراك 150. 150 طب 200 يوم عاوز 50 كده اللي هيعدي عليك يدفعلي 50 صح؟ لا. طب ينفع على الاشتراك؟ انت كده لما تقعد تعدي عليه مش تدفع اشتراك تاني. ماشي هدفع 50. يلا يا ملك. 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 بغداد. انا هشتري. استنى نبات هتشتري بغداد وانا 4. استنى قرار من الاول عادي العب. ماشي 1 2 3 4 البحرين وانا هشتري. وانا فاضية. البحرين بكام؟ 90. خد يلا يا ملك. انت بتاعتك ايه؟ 500. 6 1 2 3 4 5 6 تونس وانا اشتريها. 2 جنيه 2 جنيه وادي 400. هات 200 جنيه تشتري ايه؟ تونس. انا اللي عليا الدور. 1 نادي الحظ. يلا يا راجل. ايه مش هتدفعي؟ انت دفعت. انا دافع. انا عامل اشتراك. ايه ماشي ادفع 30 جنيه على الاشتراك. ثلاثة 1 2 3 حط البنزين. يلا يا مال. مش تونس. 5 1 2 3 4 حلب. 5 محكمة. لا محكمة مو قضية خروج أمان من السجن احفظها الحين الحال. يعني دي هتخليها معاكي لو انت دخلتي السجن هتطلعي منه ببلاش. يلا أنا اللي عليا الدور. 1 بني غازي وهشتريها.
واحد اثنين الجزائر. الحمد لله ما حدش مشتريها. ماشي العب يا مجد. خمس. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. الخرطوم. الخرطوم. ما كده عند الخرطوم. انا اللي عليا الدور. اثنين. محكمة. 1475 جنيه. يلعب يا رجل. انا خمسة. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. اسواق. اسواق. ماشي. هون اشتري. اشتري. كام؟ بنتين. اثنين. اتنين جنيه. واحد. بقيت عند الاقصر. اتنين جنيه من المفروض. هدفع. هاخد الاقصر. الف جنيه. يبقى ميتين. يلا يا مفروض نطلع عليك الدور. بقى معايا 800 جنيه. اتنين. حظك. هاخد 50 جنيه. يا بنت المحظوظة. يلا يا راجل. ست. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ست. وانا اشتريت الاقصر. ايه انا ما خدتش ورق. ايه. الاقصر. فعلي. 30 جنيه. انت تاخد فك. هديلها وهي تديك. خدي يا بنك عاوز فك. هتديلها وهي تحدي. هتيجي الفك بقى بقى معاكي بقى 100. خمسين. كده فكتها. طب انا عاوز بقى. صرف معانا ملك. هدي 50. عاوز كده 20. يلا انا اللي عليا الدور. واحد. واحد. الدار البيضاء. انا اللي عليا الدور كده. تلاتة. واحد اتنين تلاتة. يلا يا ملك. خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ايه الكويت. الكويت بكام؟ 250. اتنين. خدي بقى 300 وهاتلي بقى. ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. الجزائر. انا كنت مشتريها تقريبا. لا انا كنت مشتريها تونس. انا اللي عليا الدور. اتنين. واحد اتنين. انا اشتريت الكويت. يلا ادفع لها. كويت 30. طب خدي معاك 30 اهم. معيش. لازم تقولها يعني. عاوز فك. يلا يا ملك انت اللي عليك الدور. خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. حظك. تقدمي اربع خانات. واحد اتنين تلاتة اربعة وما تدفعش الايجار. مش هتدفع. خلي دي معاكي. يلا يا انا اللي عليا الدور. انت المحظوظة. تلاتة. انا فين. واحد اتنين تلاتة. حلب. كنت مشتريه حلب. لا شوفي في الورقة عندك. ملك انت عديتي هنا؟ ايه انا انتي عديتي؟ تاخدي 350 جنيه. لا مش مشتريه حلب. انا عديت عليها صح. 350 تاخد ليه؟ ما لما بتقعد بتيجي دور تاني بتاخد 350. انا كده كده قربت عديتي. اتنين. واحد اتنين.
150. حجي 50. انا اللي عليا الدور. 3 1 2 3 دي مش 350. مش هيجيلي حظك كده. أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. بيروت. يلا يا مالك تلعبي. خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. حظك. شديلي فرع. خدي 100 جنيه. حظ حلو. أنا اللي عليا الدور. واحد. صغير. انا كده اللي عليا الدور. خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بورسعيد يلا يا راجل. انا كده اللي عليا الدور. خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. عادي. يلا يا ملك. واحد. الدار البيضاء. خمس. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. قطر هشتري. يلا العب. كده اتنين. واحد اتنين البحرين ب90. انا كنت شاريها. يلا يا مان. اتنين. واحد اتنين تونس. اتنين. واحد اتنين القدس. انت يا عزيزي دول كتير. انا اللي شاريها. انا عارفه المفروض اخد. يلا طلع لك الدور. انا كده خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. الجزائر. واشتري 300. شوفي كده انت شاريها. شريت تونس. ودي ما هي كمان اهي. انا كده اشتريت الجزائر. ما خلصت تونس. هو عايز اشتري بلد. هو شاريها. تبعها لي. لا تبعها لي لو عاوز. انت اللي تبعها لها. او هي تبعها لي لو عاوزه تبيع لي ارض انا اشتريها منها. ينفع؟ اللي عليه الدور يلعب. واحد. خدت 100 جنيه. الجزائر. ادفعي. كام؟ انا 30. 30 جنيه اللي خدتيهم مني. انتي خدتي مني 60. 3. واحد اتنين تلاتة. بيروت. ايه انا شاريه بيروت. تلاتين جنيه. ماشي هي شاريه بيروت. كنت مفكرات ونسى. طب ماشي اللي عليه الدور يلعب. انت. انا لسه العب. كده انا جاي ثلاثة. واحد اتنين ثلاثة. حلب. انا كده جاي حلب. واحد. الاوتوبيس السريع. يبقى انا اللي عليا الدور. أربعة. واحد اتنين تلاتة أربعة. بني غاز. يلا واخدة. يلا يا رجل. واحد. محكمة. ربحت قضية ضد البنك. خذ من أي مدينة خالية لا يزيد ثمنها عن 150 جنيه. 150. ياخد عادي. استني كده. عادي من 100. عادي ما هو أقل من 150 عادي. انا بدور على حاجه تانية اقل من 150. اهو قطر. كده انا خدت قطر الحمد لله. يلا يا ملك العدل. يا قطر مع حد. قطر معايا. قطر معاكي؟ اه. اللي جنبها بكام؟ 250. خد على خمسة.
واحد اتنين تلاتة اربعة. مش هاخد عدد أسوان. خليها معاك. انت فين؟ أسوان. ماشي. خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ده البيضاء. محدش كان شاريها. انا هشتريها. يلا مين اللي عليه الدور يلعب يا رد؟ انا كده. انا جالي اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. السجن ادفع 50. هو عادي يفضل على السجن؟ ايه؟ عادي يفضل على السجن 50 جنيه. اه عادي لحد ما يبقى يطلع بقى. ما انا بطلع امتى؟ اه لحد ما تدفع الفلوس. يلا يا ملك انت اللي عليك الدور. واحد ماشي. انا اللي عليا الدور. اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. الاوتوبيس اطلع اربعة. اسكندرية اطلع اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. اسوان. حد كان مشتري؟ لا انا هشتري. يلا يا رجل انت اللي عليك الدور. تلاتة. واحد اتنين تلاتة. انا اللي كنت شاريها صح؟ انا اللي شاريها. دقيقة الاكثر اصلا حد. اه معايا. هتولك كاي عشان تاخديها. اصلا معاك بكاي. المفروض ادفعلك كاي. انت دفعت الكام لما شوفي مكتوب عليها كام. انت مشتريها وانا جيت عليها هدفع لك ايجار قد ايه؟ اه 27. بس بتشتري هاتلي 30 جنيه انا؟ امسك. ليه؟ انت عند الاقصى 30. خد 20 اهمت وسبعة جنيه يبقى عليا 2 جنيه. لا انت ما عادش معاك فلوس. انت معاك فلوس اهو. مش كلام خير. اتنين. واحد اتنين. السجن اخرج. هو انت ازاي خرجت من السجن؟ دفعت 50. فيها 50. انت المفروض في السجن. ايوه ماشي. ما انا كان معايا ورقه. ماشي ماشي. تفضلي في السجن لحد ما يجي دورك وتقومي طالعه منه. ايوه ايوه. قيمه فيها 50. لا هي المفروض كده مش في السجن بس لما يجي دورها تلعب وتشوف. واحنا زهقنا من اللعبه ديت والفيديو طول عليكم واحنا مش عايزينه يطول. فاحنا نشوف مين اكتر واحد معاه فلوس واشترى بلاد. وهو وانا كده معايا 500 جنيه. 600. سبعمية. 800. 900. الف. الف. 50. يبقى انا كده معايا 1090 جنيه. وكم بلد؟ وثلاث بلاد. وانت يا رجل؟ انا معايا 4 بلاد واتنين جنيه. اهم حاجة الاتنين جنيه. ومية يبقى 102. كده وخمسمية. اخلص. كده يبقى كله 852 جنيه. 852 جنيه. واربع بلاد. انا معايا 6 بلاد ومتين وخمستاشر. تعمل إيه؟ بقى ايه بالفلوس اللي معاك دي؟ لو كانت حقيقية عشان فري فاير. ده اللي انت فرح فيه يا اخوي. وانت؟ انا هجيب هدية لماما عشان عيد ميلادها قرب.
وكمان وبقيت الفلوس اجيب هديه لبابا. يعني هجيب هديه لماما وهديه لبابا. وانت بقى إيه؟ لا حددتك انا عيد ميلادي بعد عيد ميلاد ماما بكام يوم. وهجيب لك هديه. ما انت معاكي على قلبك قد كده. انا غلبانه مش حلت غير 215. ده جامد قوي 215. هتعملي بيهم ايه لو الفلوس دي لو كانت حقيقيه؟ احوشهم معاكي وفي الاخر اضحك عليكي واخد فلوسك كلها. طب ما انا اقول لكم حاجه احسن. لا انا هحط المبلغ ده في البنك وعلى كل مية كل شهر على كل 100 جنيه هيدوني 10 جنيه ويتجمعوا بقى وفي الاخر اخدهم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانتظروا الجزء الثاني. باي.